كلام عن الموقع جولدن نعم منذ فتره طويله لم نتكلم عن هذا الموقع الخرافي والرائع الذي يعمل باستراتيجيه عاليه جدا اخوتي الكرام وساقوم بشرحها لكم والان انا قمت باكتمال الحقل الخاص بي وعلي ان اقوم بالانتقال الى الليفل الثانيه نعم صراحه هذا الموقع خرافي ومن اصدق المواقع التي تعمل منذ زمان اولا طريقه العمل في الملكة تطلع رابط الذي سوف تجد الفيديو سوف تنبثق اليك هذه الوجه اخي الكريم هنا تقوم هنا الايميل الخاص بك هنا البرومو كود خليه فارغ يا اخي الكريم نعم لا يوجد اي برومو كود هنا قم بادخال ديال ثم هنا وانت تقوم تبيع ثم تقوم بادخال اللوجن الخاص بك والباسورد ثم تقوم بالذهاب الى الايميل الخاص بك وتجد المعلومات الخاصه بك جميعها الباسورد اللوجن وكذلك التفعيل قم بتفعيل هذا الحساب الخاص بك ليصبح لك انت خاص على العموم ننتقل الى اشرح موقع جولدن نعم الان اخوتي الكرام لقد قمت باكتمال الحقل الخاص بي بهذه الظهور نعم هذه الظهور توجد هنا في اسطوري نعم انت دائما عليك ان تقوم بشراء هذه الشجيرات التي تعطيك يوميا تلك الاوراق التي تقوم انت بحصدها نعم صراحه كل شجره وكم تعطيك في الساعه من الاوراق لاحظ معي جيدا مثلا هذه سعرها ب 10000 تعطيك كم في الساعه؟ نعم يا اخي الكريم، كذلك هذه سعرها ب 100000، كم تعطيك بالساعه؟ كذلك هذه سعرها بمليون يا اخي الكريم، كم سوف تعطيك بالساعه؟ نعم، صراحه موقع خرافي والاستراتيجيه التي سوف اشرح لكم خرافيه جدا في التعامل مع هذا الموقع، لاحظ معي جيدا يا اخي الكريم، اولا سوف نقوم بالسحب المبلغ الخاص بنا، انا لدي في الرصيد او المجموع الرصيد الخاص بي هو 179 دولار، تقريبا 179 دولار أن اقوم بسحبها نعم، لكن ساقوم بالسحب بعض منها والبعض ساقوم بتحويله الى كوين لاقوم بشراء بعض الشجيرات لاحظ معي جيد نقوم بالذهاب الى الكاش اوت اخواتي الكرام من هنا هذا هو الانرجي هذا الموقع يا اخي الكريم يعمل بالطاقه ليكون في علمك اولا لا تحسب نفسك انك سوف تقوم بالدخول الى هذا الموقع وتقوم باستثمار مثلا على سبيل المثال مثلا 100 روبل وتقول في نفسك انك سوف تقوم بحصل الاف الاف الروبلات هذه فكره خاطئه لان فريق هذا الموقع ذكي ذكي جدا نعم ذكي ذكي نعم فريق هذا الموقع ذكي جدا اخواتي الكرام اولا اذا الارض ان تقوم بتكبير الطاقه الخاص بك اولا عليك بالاستثمار ثانيا يا اخي الكريم باجلب الاصدقاء اجلب الاصدقاء الخاص بك لكي يقوموا بالتسجيل في هذا الموقع كذلك يا اخي الكريم قم بتحويل المال الذي تقوم بربحه هنا يا اخي الكريم قم بتحويله الى كوين وقم بشراء الشجيرات من هنا يمكنك ان تقوم بتكبير هذه الطاقه الخاص بك نعم صراحه الموقع يعمل بذكاء لن تحسب نفسك انك ستقوم بالدخول ب 100 ريال يمكنك ان تحصد الاف الاف الريالات هذه فكره خاطئه لجميع الاخوان عالم اولا سوف نقوم بالسحب ساقوم بالسحب او مثلا هنا ساقوم بالسحب انا سبعة آلاف نعم سأقوم بسحب سبعة آلاف يا أخي الكريم نعم سبعة آلاف والباقي سأقوم بتحويله إلى أكون وسوف أقوم بإشراء شجيرات منه وسأريكم كيف يمكنك الانتقال من الليفل الأولى إلى الليفل الثانية نعم صراحة الموقع خرافي جدا في التعامل معه سأقوم بوضع هنا الباير الخاص يمكنك أن تسحب على أي بنك أردت البيتكوين الكارت نعم الماستر كارد أو الفيزا كارد أو الكيوي أو الأدفيكاش أو الباير أو البنك الذي تقوم باستعماله أنت نعم نقوم بعمل هنا كاش أوت هنا علي أن أقوم بإدخال هنا خاصية جوجل للحماية سأقوم بإدخالها وأقوم بالرجوع لكم. وها هو قد تم السحب بنجاح يا اخوتي الكرام كما تلاحظون الحمد لله السحب في المعالج فقط يتطلب بعض الوقت وسوف يقوم بالدعم مباشره الى الحساب الخاص بي لقد قمت بسحب انظروا معي جيدا هنا 7420 روبل من هذا الموقع والباقي اخوتي الكرام ساقوم بتحويله الى كون ساشتري بعض الشجيرات التي سوف تقوم باعطائي يوميا المزيد المزيد من الاوراق يعني تلك الاوراق تحسب بالمال نعم لاحظوا معي جميعا اخوتي الكرام نعم طريقه العمل اولا اذا اردت ان تقوم بالديبوزيت او شحن الحساب الخاص بك تاتي الى هنا فقط الى هنا هنا يا اخي الكريم هنا يوجد هنا اذا اردت ان تقوم بتغيير اللغه على حسب لغتك نعم اما الانجليزيه اما العربيه اما الفرنسيه نعم اللغه التي تريدها انت نعم على سبيل المثال مثلا نحن نريد الاستثمار ناتي الى هنا الى الديبوزيت نقوم بان على الديبوزيت هنا نختار البنك الذي يلائمنا اما الفيزا ماستر كارد البيتكوين هنا الالكترونيه الاخرى هنا الاوكي باي هنا اخي الكريم هنا البارد. الباير والبيرفكت نحن على نحن الباير نقوم فقط بالنقر على الباير عبر الشكل التالي كذا انظر معي جيدا هنا مئة روبل 100 روبل تعطينا 10000 من الكوين نعم الاف من الكوين نعم و الاف فقط شرينا فقط شجيره نعم شجيره من الشجيرات التي اريكم اياها نعم لاحظ معي جدا ثم تقوم بعمل ريبلينش بالانس ثم يقوم بيدخلكم مباشره الى بنك الباير وتقوم بعمل كونفيرم كونفيرم تقوم بشراء الشري قدر المستطاع الخاص بك اذا اردت ان تقوم بتطوير نفسك في هذا الموقع وتركه طريقه او استراتيجيه التي يعمل بها هذا الموقع لاحظ معي جدا هنا طريقه العمل ناتي الى هنا الى الجيمز اولا لاحظ معي جدا انا لدي هنا في الرصيد الخاص بي هنا اكثر من 100000 نعم 100000 يمكن ان اشتري هذه الشجرات نعم انا اكتملت الحقل الخاص بي اكتمل ولكن الطريقة او الاستراتيجيه التي يعمل بها هذا الموقع اول عليك ضروري ان تقوم ب بشجره نعم بشجره نعم هذه الشجره التي تساوي فقط عشرة الاف يمكنك ان تقوم بالتضحيه بها لكي تشتري شجره من من صنف ال ألف نعم صراحة طريقة الاشتغال صراحة خرافية الموقع يجبرك على تطوير نفسك وفي في نفس الوقت تربح المال بطريقة ممتازة جدا لاحظ معي جيدا نأتي إلى هنا لاحظ معي جيدا لاحظ نقوم بأن هنا فقط نقوم بأن نقر هنا عبر هذه الاستراتيجية نقوم بأن عبر الشجرة التالي هذه الشجرة ثم هنا أب نقوم بأن نقر هنا. هنا نعم نقوم بالنقر عليها هنا ثم نقوم بعمل هنا اكتواليزي ثم نقوم بعمل هنا ليفل اب وانا قمت بشراء شجيره من الرصيد الخاص بلعب انظروا معي جدا لقد قامت بالتبديل الكولور او اللون الخاص بها نعم هذه الشجيره ستعود علي بارباح لقد قمت بتضحيه بشجره عاديه التي تساوي فقط تساوي 10000 كون ساريكم اياها هنا لاحظوا معي جدا نذهب الى اسطور الخاص بشراء هذه الشجيرات نعم لاحظ معي لقد اصبحت لي هذه الشجيرات انا دائما علي ان اقوم بشراء هذه الشجيرات دائما عندما اصل الى ال100000 نعم الى ال100000 علي ان اقوم بالتضحية بهذه الشجرة مقابل هذه الشجرة في نفس الوقت انت الرابع نعم انت الرابح تربح المال من هذه الشجرات لكن الموقع يجبرك على شراء هذه الشجرة من صنف المئة الف نعم و بهذه الطريقه تكون انت يا اخي الكريم تقوم بتطوير نفسك وتربح المال وكل شجره واحده تعطيك مئ الف في الساعه 1000 ورقه في الساعه من هذه الشجره يا اخي الكريم نعم صراحه استراتيجيه خرافيه جدا وهم اذكياء جدا لا تحسب نفسك يا اخي الكريم انك سوف تقوم بالدخول ب 100 روبل ويمكنك ان تحصد يا اخي الكريم الاف الاف الروبلات عليك ان تقوم بتطوير نفسك خطوه بخطوه هذا هو الموقع الخرافي وهذه مصداقيته لانه يشتغل منذ فتره طويله جدا لاحظوا معي جداً كما اشرت اليها هذه طريقه او الخطوه الثانية من العمل أنا انتهيت من شجيرات العشرة آلاف عليه الانتقال إلى شجيرات المئة ألف يا أخي الكريم دائما عندما سوف أصل هنا في الكوين الخاص بي مئة ألف سأقوم بشراء شجيرات والتضحية بشجرة عادية نعم صراحة طريقة خرافية جدا لاحظوا معي هذه الشجرة قد تغير لونها حصد الأرباح سهل جدا ما عليك إلا أن تقوم بعمل هنا كولكت نعم ثم هنا تقوم بالنقر عليها كذلك هنا النصف يذهب الى المال أخ اخي الكريم والنصف الاخر يذهب الى الكوين والكوين يمكنك ان تقتني به شجيرات تعود عليك يوميا بالربح لكن هذا الموقع يعمل بالطاقه الطاقه الاستثمار دائما التحويل ما بين المال الخاص بك الى كوين وجلب الاصدقاء نعم هذه الثلاث امور عليك ان تقوم بوضعها في هذا الموقع نعم ثلاثه الموقع خرافي جدا وهذه هي طريقه تجاوز المرحله الثانيه عندما تكتمل المساحه الخاصه بك في هذا الموقع صراحه الموقع صادق اعمل عليه بذكاء وسوف يكسبك الكثير الكثير من المال هذه شجره المال الحقيقي الذي سوف تحصل عليه يوميا نعم بدون ان تقوم بالانتظار ان تشتغل او شيء من القبيل يا اخي الكريم نعم هذه الشجره راه مليون 800 مليون كوين لكن كم سوف تعطيك بالساعه تعطيك 10000 في الساعه نعم صراحة الخيال يا اخوتي الكرام والربح باستراتيجية ممتازة جدا وفريق عمل ذكي 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 جدا لن تقوموا بخداعهم ببساطة يا اخي الكريم نعم أما الآن سنقوم بشرح خاصية الاكشنج في هذا الموقع نأتي إلى هنا إلى يعني تحويل المال نعم هذا الجولد الخاص بك بالكوين نعم سأقوم بتحويله يا أخي الكريم مثلا مثلا سأقوم بتحويل فقط 20 ألف نعم فقط 20 ألف سأقوم بتحويلها نعم عبر الشكل التالي هكذا اكسشينج ذا جولد وها هي قامت بالتحويل يا اخي الكريم لاحظ معي جدا كم اصبح الرصيد الخاص بي انا هنا وكم اصبح رصيدي في السحب صراحه الموقع خرافي جدا اعمل عليه باستراتيجيه العمل نعم انت لا تقوم بالسحب الان لديك رصيد صغير جدا قم بتكبيره قم بتكبيره بطريقه فعاله واستراتيجيه التي سوف تقوم بالاعتماد عليه يوميا يعني هي اعاده الاستثمار تقوم بالتحويل المال الخاص بك قم بتحويله لكي تقوم بتكبير الطاقه الخاصه بك هذا الموقع يعمل بالطاقه عندما تذهب الى الكاش او تجد هنا لديك طاقه مثلا انا لدي الان انا هذا الرصيد يمكن ان اقوم بالسحب الان انا تقريبا يمكن ان اقوم بسحب 2000 روبل الان يمكن ان اقوم بسحب 2000 روبل 200 من الانرجي يمكن ان اقوم بسحب 2000 روبل نعم صراحه الموقع صادق جدا ويدفع حتى الان ويشتغل منذ فتره طويله جدا اعملوا عليه بذكاء وقم بتطوير نفسك خطوه بخطوه هذا هو مجال الربح على الانترنت عالم صراحه كذا من في الحق كان تقريبا تقرير البيتكوين موقع جولدن الكثير الكثير من الاخوان طلبوا مني ان اقوم بشرح هذا الموقع وطريقه العمل عليه يا اخي الكريم وهذه هي الخطوه التي اردت ان اقوم بنصيحه الاخوان بها او ب عملها نعم الكثير من الاخوان سوف يجد صعوبه في اجتياز مرحلة الليفل اب من هذا الموقع هذه هي الطريقه لكي تجازوها نعم بسهوله جدا يا اخي الكريم الموقع صراحه ذكي جدا لن يحسب لك انك نفسك انك سوف تقوم بالدخول وسوف تربح المال من هذه الشجيرات بالمجان لا يا اخي الكريم الموقع يعمل باستراتيجيه ذكيه ذكيه جدا يا اخي الكريم على صراحه كان كل ما لدينا في هذا الحين ما كنت تخلف الاستثمار البيت ولا تقول الا بالله thank